السلام عليكم، مساكم الله بالخير. مشروعنا اليوم او السديم اللي راح نصوره اليوم هو سديم الهلال. سديم الهلال هذا يقع في كوكبة الدجاجة، وهو يبعد، هو موجود في مجرة درب التبانة. يعني هذا السديم مو خارج المجرة، موجود داخل مجرة درب التبانة، ويبعد تقريبا عنا 5000 سنة ضوئية. لأن مجرة درب التبانة طولها 200,000 سنة ضوئية، فهو يبعد فقط 5000 سنة ضوئية، لذلك هو موجود داخل مجرة درب التبانة. وهو سديم يعني لأنه هو قريب فتصويره سهل جدا، يعني بإمكانك تصوره صورة مثلا حتى لو تصوره بعشر ثواني ممكن يظهر معك، يعني مثل سديم الجبار، سديم الأورين يعني. وأنا راح أصوره اليوم فلتر الاتش الفا والاو 3 الاكسجين 3، يعني هالفلترين كافيين عليه وان شاء الله راح يظهر جميل. فخلونا نشوفه. هذا هو سديم الهلال، هذا تلاحظونه في الوسط، هذا هو يشبه الهلال من الأسفل، يشبه الهلال. خلنا كبره شوية حتى يبين أوضح. هذا هو السديم اللي شايفينه، يعني السديم واضح. يعني هذه الصورة الثانية له، وإن شاء الله بس نخلص ونشوف نهاية، يعني نكدس الأصوار. وتلاحظون ان السديم، يعني هي السديم يقع في منطقة مليئة بالغاز، وممكن تشوفوا الغاز في حوالين السديم، يعني خاصة على المنطقة. هو سديم جميل جدا، وانا استعملت اليوم في تصويره استعملت تلسكوب الوليام وكاميرا الازبك. طبعا انا استعملت في تصوير اليوم كاميرا الازبك وتلسكوب وليام 132 وسكاي واتشر الماونت. الآن نبدي عملية دمج الصور ومعالجة الصور لسديم الهلال. نعمل كومباين للصور. طبعا راح تكون الفلاتر اللي هنستعملها الاتش الفا والاو 3 واليو اتش سي اس، ثلاث فلاتر فقط عندي. فنبدي نجمع الفايلات. هذا هو السديم، هذه هي الفايلات الاتش الفا والاو 3 واليو اتش سي اس. الان هذه الصور موجودة هنا، هذا راح نلغيه هذا الاتش الفا راح يكون احمر، والاو 3 راح يكون الاخضر، والازرق راح يكون اليو اتش سي. طبعا احنا راح نختار هنا ار جي بي، هنحط اوتو ستارت ماتشنج، الكلر راح نخليه 1 1 1، كومباين ميديان 16 بت راح كله جو. طبعا العملية تاخذ وقت، ارجع لكم بعد ما تنتهي. الان وبعد انتهينا من دمج الصور وتقديس الاطارات،
الآن هني عندنا ثلاث إطارات، هذا إطار الـ O3 أكسجين 3، وهذا إطار الـ H ألفا، ما أنتم شايفينه، هذا هو السديم الهلال، وهذا إطار الـ UHCS. نجمعهم هني في Color Combine، نختار الـ RGB والـ UHC، راح نختار هني الـ H ألفا، هني الـ O3، هني الـ UHCS. طبعا اللومينس انا ما اخذت لومينس، ولكن اقدر احط اي فلتر من الفلاتر هذا اعمله لومينس، فانا راح اختار الـ H ألفا كلومينس. طبعا الصور اللي تلاحظون الالوان مو متناسقة، فانا لازم نعمل لهم الاين الصور او الاطارات الثلاثة، فنعمل الاين. افضل شيء انا اختار دائما مانيوال تو ستارت، فنختار اي نجم، اذا خلنا نختار نجم هذا، نضغط عليه، الاطار الاول والاطار الثاني والاطار الثالث، بعدين نختار نجم في الجهة الثانية، نختار اي نجم، نختار هذا مثلا، وهذا اصغر احسن، هذا هو واحد، الاطار الثاني، الاطار الثالث. الان يعطينا الصورة النهائية للسديم، مثل ما انتم شايفين هذا هو السديم. انا نخفف على هذه الاضاءة فقط. هذا هو سديم الهلال بعد ما كدسنا الصور، فهذا هو سديم الهلال. بإمكانك يعني أنت تخلي الصورة ملونة وتعدل عليها بالفوتوشوب، أو بإمكانك أيضا أنك أنت تحولها إلى مونو مثلا مثل هذه، تمام، تطلع جميلة جدا إذا صورة بالأبيض والأسود. يعني تحتاج بعض التعديلات على الفوتوشوب، بعدين تنزلها على الموقع مالك. شاكر لكم، السلام عليكم.